بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، ألتقي بكم اليوم في الجزء الثاني من درس أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني والمقرر على المستوى الثالث الثانوي العلمي في مقرر كيم 315 وكذلك كيم 317، ونبدأ بالأهداف. أهدافنا لهذا اليوم بسيطة بإذن الله تعالى. الهدف الأول، سنحدد المولارية والرقم الهيدروجيني للأحماض والقواعد، ثم سنقيس الرقم الهيدروجيني، سنتعلم كيفية قياس الرقم الهيدروجيني pH بطرق مختلفة. ولنبدأ أعزائي بتحديد العلاقة ما بين المولارية والرقم الهيدروجيني pH. درسنا المولارية سابقاً أعزائي في كيم 214. المولارية هي عبارة عن عدد المولات من الجزيئات أو وحدات الصيغ التي أذيبت في لتر واحد من المحلول. إذا كتبنا قانون تحديد المولارية، لدينا هنا المولارية وهنا عدد المولات وهنا الحجم باللتر، فهذه هي المولارية التي درسناها سابقاً. الآن أعزائي، إذا وضعنا حمض قوي أحادي البروتون ويكون تركيزه 0.1 مثلاً مولر في الماء، مع أن حمض قوي درسنا سابقاً راح يتأين تأيناً كلياً، فماذا سيحدث الآن؟ دعونا مثلاً نأخذ مثالاً HCl. HCl عبارة عن حمض قوي، ماذا سيحدث عندما يتأين في الماء؟ يتأين إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الكلوريد السالبة. الآن نلاحظ أن مثلاً تركيز حمض الهيدروكلوريك يساوي 0.1 مولر مثلاً على حسب المكتوب. طيب ماذا سيحدث الآن عندما يتأين؟ سنلاحظ أن تركيز هذا الحمض القوي أحادي البروتون يساوي تركيز أيونات الهيدروجين يساوي كذلك تركيز أيونات الكلوريد السالبة. هذا متى نستخدم هذا الاستنتاج؟ إذا كان عندي الحمض قوي وحمض أحادي البروتون. إذا كان الحمض قوي وأحادي البروتون نستخدم هذه العلاقة. لماذا؟ لأن عندما يتأين هذا الجزيء الواحد من كلوريد الهيدروجين سينتج أيضا أيونا واحد مول من الأيونات، فواحد مول من الحمض يساوي أو ينتج واحد مول من أيونات الهيدروجين وواحد مول من أيونات الكلوريد، وبالتالي فإن تركيزهم راح يكون متساوي. ننتقل الآن، إذا كان لدينا هنا دورق أو كأس يحتوي مكتوب عليه أن هذا الحمض هو عبارة عن حمض الهيدروكلوريك بتركيز 0.1 مولر، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كل واحد لتر من هذا المحلول سيحتوي على 0.1 مول من الأيونات الهيدروجين وكذلك 0.1 مولر من أيونات الكلوريد السالبة. فإذا ليش؟ لأن تركيز الحمض هو نفس تركيز أيونات الهيدروجين وهو نفس تركيز أيونات الكلوريد السالبة. ليش؟ لأن حمض قوي وأحادي البروتون. نلاحظ أعزائي كما ذكرنا أن تركيز الأحماض القوية الأحادية البروتون يكون تركيزها مساوياً لتركيز أيونات الهيدروجين. من الدرس السابق درسنا العلاقة أن الـ pH تساوي سالب لوج تركيز أيونات الهيدروجين، فمن خلال معرفتنا لتركيز أيونات الهيدروجين سنستطيع معرفة الرقم الهيدروجيني للمحلول. دعونا الآن ننتبه إلى أن الأحماض القوية والقواعد القوية تتواجد بتركيز 100% على صورة أيونات في المحلول. ماذا لو كان هذا الحمض حمضاً قوياً ولكن ثنائي البروتون؟ لاحظوا أعزائي مثلاً
في هذا الكأس لدينا هنا 0.1 مولر من الـ H2SO4، ودرسنا أن الـ H2SO4 حمض قوي ثنائي البروتون. لاحظوا أن هذا معادلة التأين، كل واحد مول من هذا الحمض، واحد مول من هذا الحمض سينتج 2 مول من أيونات الهيدروجين، لأن حمض ثنائي ينتج أيونين هيدروجين، وبالتالي فإن تركيز أيونات الهيدروجين سيكون ضعف تركيز الحمض القوي نفسه، أي أن تركيز أيونات الهيدروجين أجل يساوي ضعف تركيز الحمض، يعني 0.1 مولر تركيز الحمض مضروبا في 2، لأن كل ما يتأين منه جزيء واحد من الحمض يعطي 2 مول من أيونات الهيدروجين. ننتقل الآن إلى الأحماض الضعيفة. ماذا لو كان الحمض ضعيفاً؟ في حالة استخدام الحمض الضعيف هناك شروط يجب مراعاتها. أولاً يجب كتابة معادلة ثابت التأين اللي هي الـ Ka، ودرسناها في الحصة السابقة. رقم 2، يجب أن نراعي أن تركيز الأيونات الناتجة من الحمض الضعيف سيكون متساوياً. دعونا نشاهد مثالا. لاحظوا هذا حمض الهيدروكلوريك تفاعل انعكاسي لأنه يتأين تأينا جزئيا وينتج أيونات الهيدروجين وأيونات الفلوريد. ماذا سنفعل الآن؟ أولا سنكتب ثابت الاتزان. ثابت الاتزان الـ Ka يساوي تركيز أو حاصل ضرب تركيز النواتج مقسوما على تركيز المتفاعلات. هذا كتبنا الـ Ka. الآن نلاحظ أن تركيز الأيونات الناتجة من الحمض الضعيف متساوي، أي أن تركيز الـ H plus يساوي تركيز الـ F negative. فأقدر أخليها مثلاً بهالطريقة، أن تركيز هذا البسط بخليه مثلاً أنه عبارة عن تركيز أيونات الهيدروجين تربيع على الـ HF. لماذا حطيت هاي التربيع؟ لأنه نفس الشيء، الأيونات الهيدروجين مساوي تركيز أيونات الفلوريد. الآن الخطوة الثالثة، يكون هذا، لاحظوا هذا المقام، هذا المقام ليس الحمض الأصلي، مو بتركيز الحمض الأصلي اللي هو مثلا إذا كان عندي، مو بتركيز هذا الحمض نفسه الأصلي، لا، هذا تركيزه بعد عملية الاتزان، بعد الاتزان يكون هذا التركيز. طيب شلون احسبه؟ هو في عندي كميه من يعني عندي كميه من جزيئات الحمض، جزء منها تأين، هاي الجزء اللي تأين اللي فقد تحول على شكل ايونات كتبناه موجود في النواتج. فاذا لحساب كميه الحمض المتبقي او تركيز الحمض المتبقي نطرح تركيز الحمض الاصلي ناقص تركيز الأيونات المتأينة، يعني بطرح تركيز أيونات الـ HF اللي هو الأصلية ناقص تركيز أيونات الهيدروجين. دعونا الآن قبل أن ننتقل إلى التطبيقات نلاحظ أن ملاحظة مهمة أن القيم الـ Ka والـ Kb دائما نستعملها لتحديد تراكيز أيونات الهيدروجين والهيدروكسيد في محاليل الأحماض والقواعد الضعيفة، لأنها كما ذكرنا تتأين تأينا جزئيا في المحلول. طيب الآن ننتقل إلى القواعد. القواعد إذا كان عندي قاعدة قوية وتكون أحادية الهيدروكسيل، يعني فيها مجموعة هيدروكسيل واحدة تركيزها 0.1 مولر، فإنها بالتأكيد راح تتأين تأيناً كلياً لأنها قوية. نفس الأحماض أنه راح يكون تركيز أيونات الهيدروكسيد في هذا المحلول يساوي تركيز القاعدة. لماذا؟ لأن كل جزيء من القاعدة، كل جزيء واحد سيعطي أيون هيدروكسيد واحد فقط. لاحظوا مثلاً هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم عبارة عن قاعدة قوية يتأين إلى أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الهيدروكسيد السالبة. فإذا كان تركيز الـ NaOH 0.1 مولر، فإن تركيز أيونات الصوديوم 0.1 مولر،
وكذلك تركيز أيونات الهيدروكسيد 0.1 مولر لأن قاعدة قوية. وهكذا فإن تركيز أيونات الهيدروكسيد يساوي مولارية المحلول القاعدي. الآن ماذا لو كان هذا المحلول عبارة عن قاعدة قوية ولكن ثنائية الهيدروكسيل تحتوي على مجموعتين من الهيدروكسيل، وبما أنها قوية فتتأين تأينا كليا. لاحظوا أن تركيز أيونات الهيدروكسيل في هذه الحالة سيكون ضعف تركيز القاعدة الأصلية، يعني نضرب البوينت 1 في 2. لماذا؟ لأن كل جزيء من القاعدة عندما يتأين ينتج أيونين من الهيدروكسيد. لاحظوا مثلا هيدروكسيد الكالسيوم، لاحظوا ان قاعدة قوية ثنائية الهيدروكسيد تأينت تأينا كليا الى ايونات الكالسيوم و2 مول من ايونات الهيدروكسيد. وهكذا دائما يكون تركيز ايونات الهيدروكسيد يساوي ضعف مولارية المحلول عندما يكون القاعدة قوية ثنائية الهيدروكسيل. طيب ماذا لو كان لدينا قاعدة ضعيفة؟ في حالة القواعد الضعيفة يجب أعزائي أيضا هناك ثلاث أمور يجب مراعاتها. أولا الأمر الأول نكتب معادلة ثابت تأين القاعدة الكيبي كما فعلنا مع الأحمض. أيضا النقطة الثانية أن تركيز الأيونات الناتجة من تأين القاعدة الضعيفة راح يكون متساوي.